مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين. خصصنا هذا المساء عن حضور اعلام الميليشيا في مشاورات السويد وغياب الاعلام الرسمي. يومان فقط بقي على انتهاء جولة مشاورات السويد التي انطلقت في ريمبو إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم في 7 ديسمبر الجاري. حضرت وسائل إعلام يمنية ودولية وأجنبية، وحده الإعلام الرسمي والوطني المحسوب على الحكومة الشرعية كان الغائب من بين الوسائل الإعلامية. تباينت الأسباب والمبررات لهذا الغياب أو التغييب المريب. من جانبه قال وزير الإعلام عبر تغريدة في تويتر إن مكتب المبعوث الدولي أبلغهم رسميا بعدم قبول طلب وزارة الإعلام بحضور التغطية بحجة منع أي زيادة في عدد وفد الشرعية، لكن المفاجئ أن الطائرة التي نقلت وفد ميليشيا الحوثي برفقة مارتن جريفيث من صنعاء إلى السويد أقلت ما لا يقل عن 17 إعلاميا حوثيا. ترى ما هي أسباب غياب أو تغييب الإعلام التابع للحكومة الشرعية على حساب الحضور المكثف للإعلام التابع للإنقلابيين؟ وهل خضع جريفيث لضغوط حوثية أم راجع لأسباب أخرى فنية وإجرائية؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيوف الحلقة. سيكون معنا من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية الناشط الصحفي حمود هزاع، وسيكون معنا من الرياض مدير عام الأخبار أو نائب مدير عام الأخبار بقناة اليمن سمير الصلاحي، ومن القاهرة سيكون معنا وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون فياض النعمان. أبدأ هذه الحلقة مع الناشط الصحفي حمود هزاع من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية. مساء الخير أستاذ حمود. مساء النور أخي بشير، تحية لك وللزملاء المتشاركين معنا في حلقة اليوم وللمشاهدين جميعا. أهلا بك أستاذ حمود. في البداية، كيف تابعت الحضور الكبير للصحفيين والإعلاميين التابعين لميليشيات الحوثي وغياب الإعلام الرسمي عن هذه المشاورات في السويد؟ تعددت الأسباب والغياب واحد كما ذكرت. هناك عوامل كثيرة أدت إلى غياب إعلام الشرعية، ولكن غياب إعلام الشرعية هو مؤشر كبير واضح لإخفاق إعلام الشرعية في اليمن خلال 4 سنوات من الحرب. مهما كانت الأسباب والذرائع، يتحمل قادة مسؤولي الإعلام في الحكومة الشرعية المسؤولية المباشرة عن هذا الفشل وعن هذا الغياب وعن هذا الإخفاق. نعم، وهو امتداد لإخفاق الإعلام الشرعية بشكل عام. وأنا كمتابع من الوسط الإعلامي الصحفي، كان حدث كهذا ليس مستغرب، ونتيجة متوقعة، وهو نتيجة لمؤشر سابق عن إخفاق الإعلام الشرعية. نعم، ولكن كما تعلم أستاذ حمود، دائما في كل المشاورات أو المفاوضات دائما ما يكون الإعلام الرسمي وأيضا الإعلام الداعم للشرعية حاضر ولو بحدودها الدنيا، لكن هذه المرة هو غياب كامل. البعض أرجى الأسباب أيضا كما تحدث، أن والسبب هو الخلل في القائمين على الإعلام الرسمي والإعلام الشرعي، الإعلام التابع للحكومة الشرعية. لكن أيضا في المقابل هناك أخبار تقول بأنه أيضا الأمم المتحدة طلبت من الوفد التابع للشرعية رقم محدد والحكومة التزمت بذلك، فلماذا نلوم القائمين على الإعلام الرسمي بعدم الحضور إذا كانت الولايات الأمم المتحدة هي من اتخذت القرار بعدم الحضور؟ يا عزيزي، أنا أعتقد بأن وفد الحكومة الشرعية هم يمثلون الجمهورية اليمنية وليسوا موظفين لدى المبعوث الأممي غريفيث ليملي عليهم كم عدد من يذهبون وهل يأخذون معهم المسؤولين في التغطية الإعلامية أم لا. هذا مبرر يعكس الهزال في الشخصية التي ذهبت إلى جنيف، وهذا مبرر غير مقبول. نحن نراهن على أن هؤلاء ينتصروا للشرعية. إذا كان المبرر بأنه غرفت قال يجب التزام بعدد محدود، فهذا معناه أنهم أصبحوا موظفين لدى المبعوث الأممي وليسوا قادة شرعية، قادة بلد.
نعم نعم حمود نعم. طيب وبالتالي هذا المبرر غير منطقي على الإطلاق. غير منطقي على الإطلاق. طيب عادة ما يعني ما سمعنا وما رأينا كتب الكثير حول هذا الموضوع أن هناك قصور كبير من قبل الإعلام التابع للشرعية في كل المناسبات وأيضا حتى على المستوى الإعلامي بشكل عام، لكن أيضا من أجل أن نكون واقعيين ربما التزام الوفد للحكومة بمطلب الأمم المتحدة كان لهم الحق في عدم الحضور وأوجد لهم المبرر. باعتقادك لو كان هناك ضغوط كبيرة مارسها الإعلام الرسمي أو الحكومة الشرعية أو وفد الشرعية ضد الأمم المتحدة لقبلوا وفرضوا مثل ما أتى نفس العدد من قبل ميليشيات الحوثي الذي شارك أكثر من 17 إعلامي فيها؟ بكل تأكيد كان وفد الشرعية يقول نحن عددنا هكذا، يقسم مفاوضين مترجمين إذا في دعم لوجستي اللي هو الإعلام وأي جهة أخرى نذهب جميعا أو نبقى جميعا، كان يستطيع ولن يعترض أحد. وأنا أتوقع بأنه تم التغطية عن الفشل وعن التقصير وعن الإرباك الذي حدث وعدم إحضار الوفد الإعلامي المرافق للوفد في اشتراطات المبعوث الأممي، وإن وجدت كانوا قادرين على تجاوزها. وكان الأولى أن يكون الإعلام الشرعية على الأقل الإعلام الرسمي الذي هو موظف من محرر من وكالة الأنباء اليمنية سبا وشخص أو اثنان من الفضائل اليمنية أن يكونوا موجودين في تغطية فعالية المفاوضات وللرأي العام للشعب اليمني أولا بأول في حده الأدنى على الأقل. نعم طيب يبقى معي سيد حمود، يتابع اليمنيين ما يجري عن وسائل أخرى هذا شيء معيب جدا. نعم طيب أبقى معي سيد حمود، نشارك معنا في الحديث من القاهرة وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون الأستاذ فياض النعمان. مساء الخير أستاذ فياض. أهلا أهلا بك أستاذ فياض. في البداية السؤال الذي يطرحه معظم اليمنيين أو على الأقل المهتمين في الجانب الإعلامي، أين هو إعلام الشرعية من مشاورات السويد؟ حضور كبير لإعلام ميليشيا الحوثي وغياب للإعلام الرسمي وأيضا المساند للحكومة الشرعية. طبعا هو ليس غياب، فالوسائل الإعلام التابعة للحكومة الشرعية وأيضا الإعلام الوطني الداعم للقضية اليمنية في مناهضة الانقلاب موجود بشكل كبير، لكن عدم الحضور وعدم تواجد وسائل الإعلام في مشاورات السويد أتت وفق الإجراءات التي تقدم بها مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث وأيضا من قبل الحكومة السويدية التي كانت هنالك خطابات وتواصلات مستمرة مع وفد الحكومة المشارك في مشاورات السويد بأن الفريق الذي سيتواجد هم فقط 12 من فريق المفاوضين وخمسة فنيين، وقد الحكومة التزمت بهذه البنود بعد أن أرسلت رسائل توضيحية بأن الإعلام لابد أن يكون متواجد، لكن المبعوث الأممي كان موقفه واضح من عدم حضور الإعلام. وقد كانت الجولة السابقة التي فشلت أثناء في جنيف في سبتمبر الماضي أيضا كانت بنفس السياق وبنفس الإجراءات والحكومة تعاملت. طيب أستاذ فياض السؤال الأهم، إذا كان المبعوث الأممي مارتن غريفيث يعلم أن حضور الإعلام هو السبب في إخفاق المفاوضات السابقة، لماذا سمح لما يقارب 17 حوثي من الحضور إلى مشاورة السويد وتغطية هذه المشاورات؟ طبعا هذا السؤال يوجه إلى المبعوث الأممي، وقد تم وضع رسالة واضحة من قبل وفد الحكومة حول هذه الخروقات التي تمت سواء من مكتب المبعوث الأممي أو من قبل وزارة الخارجية السويدية، ولكن الأهم من ذلك بأن الحكومة اليمنية ووفد الحكومة تعامل بشكل رسمي وتعامل بشكل مسؤول ودبلوماسي عالية مع كل ما يتم طرحه في من خلال الإجراءات التي بنيت عليها هذه المشاورات. نحن لسنا كجماعة إرهابية أو فصيل مسلح أو ميليشيات انقلابية تفرض قوة السلاح، لا ندري ما هي الضغوطات التي مورست ضد المبعوث الأممي، غير أن المعاملة
والليونة المفرطة التي اتبعها المبعوث الأممي في التعاطي مع ميليشيات الحوثي قبل انطلاق المشاورات كانت غير واضحة وغير مفهومة، وانعكست سلبا على هذا الحضور الإعلامي الذي تسبب بشكل كبير في غياب وسائل الإعلام التابعة للحكومة الشرعية وأيضا للإعلام الوطني. لكن في المقابل بأن القضية العادلة والقضية التي يدافع خلفها اليمنيون، فالإعلام سواء كان موجود في السويد أو موجود في الرياض أو في القاهرة أو في أماكن مختلفة أو في عدن أو في مارب، كلهم يقوم بدوره ومن مكانه يعمل على دعم هذه القضية. ما تقوله ما تقوله وحضوره من تواجد الإعلام الرسمي وأيضا المساند للشرعية سواء خاص أو ما شابه ذلك، لكن الرمزية يعني تعكس بأن هناك ضعف، أنه ميليشيا الحوثي تفرض ما تريد، في المقابل وفد الحكومة الشرعية لا يستطيع أن يفرض حتى صحفي واحد ليحضر معه لتغطية هذه الفعالية. وهنا هو ربما المفارقة، هنا المفارقة وهنا نقطة الخلاف، بأن الحكومة كما قلت لك أخي بشير وضيوفك في الاستديو، بأن الحكومة تعاملت بشكل رسمي وبمسؤولية وبدبلوماسية عالية من أجل إنجاح وعدم وضع أي عراقي لإخفاق المشاورات، كون نجاح المشاورات والذهاب إلى السويد كان هدف الحكومة من أجل تحقيق نجاحات حقيقية وليس مجرد نجاحات إعلامية كما تصورها إعلام الميليشيات الانقلابية. نلاحظ بأن الميليشيات الإعلامية رغم توافد كثير من المتفاوضين ووفق الإجراءات التي وضعتها الأمم المتحدة بأن المفاوضين يكونون لا يزيدون عن 12 عضو، لكن تفاجأ المبعوث الأممي في حد ذاته بوجود 24 عضو مفاوض في هذه المشاورات، وهذه أيضا علامة استفهام توضع أمام المبعوث الأممي وأمام الخارجية السويدية حول كيفية إيصال المعلومة للميليشيات الانقلابية في كيفية ترتيب وتنظيم وتنفيذ هذه الإجراءات التي سبقت انطلاق مشاورة السويد. نعم، طيب ابقى معي أستاذ فياض. أعود للأستاذ حمود الزاع عبر الأقمار الصناعية في مأرب. أستاذ حمود، إذن الأستاذ فياض وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون يقول بأن الحكومة الرسمية ووفد الحكومة التزم يعني بما تم الاتفاق عليه من المبعوث الأممي ويتعامل بمسؤولية، بعكس الميليشيا التي تحاول فرض عراقيل وخلق أي مشاكل من أجل عدم إنجاح هذه المشاورات، والحكومة ووفد الشرعية حريص على أن تنجح أي مشاورات تنعكس على اليمنيين في السويد أو غيرها، ولذلك كان هو السبب في عدم فرض إعلاميين وحضور إعلامي كبير لهذه المشاورات. يا عزيزي، أنا استمعت لما طرحه الأخ والصديق والزميل عزيز فياض. للأسف الشديد لغة الأخ فياض لغة انهزامية على الأقل. الشرعية معها مرجعية دولية، معها قرار مجلس الأمن، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة ملزمة أن تطبق قرارها 22/16 في اليمن. نحن الدولة والشرعية، الطرف الآخر هو الانقلابيين. لا يجوز على الإطلاق أن نطالب بالمساواة ما بين الفئة انقلابية متمردة وبين الشرعية. المفروض أن الحكومة الشرعية هي من تفرض خياراتها ومن تضع شروطها من أجل الذهاب إلى الى 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 مفاوضات، ليس مفاوضات من اجل بحث حل بس من اجل تطبيق القرار 2022/16 الذي صدر من مجلس الامن تحت البند السابع، والذي يلزم بالقضاء، الذي ينص على انهاء الانقلاب في اليمن، بمعنى انهاء الانقلاب القضاء على ميليشيات الحوثي. نعم، طيب استاذ خيار. نعم، طيب استاذ حمود ابقى معي، وايضا الأستاذ فياض النعمان. مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن لمتابعة استطلاع ميداني عدناه في محافظة تعز عن سبب حضور إعلام ميليشيا الحوثي في مشاورة السويد وغياب الإعلام الرسمي، واستطلعنا آراء الناس، خرجنا بهذه الحصيلة، نتابعه ومن ثم نكمل الحديث. سمعنا أنه تم الاتفاق على عدم وجود وفد إعلامي مع وفدي الشرعية والحوثي في السويد،
لكن لا نعلم ان هي تعتبر مغالطه الحوثي ام هي لعبه برعايه امميه. طبعا نقول للشرعيه حقنا عيب عليكم وعيب على ال 21 وكيل لوزاره الاعلام، ما فيش معانا لوجو ولا حتى القناه الرسميه في المشاورات في السويد. تغيب اعلام الشرعيه عن مشاورات السويد في الوقت الذي حضرت فيه معظم قنوات الحوثيين او القنوات المؤيده للحوثيين، هذا امر مؤسف ويحز في النفس، خصوصا وان الشرعيه هي صاحبه نحن اصحاب قضيه، وغياب هذا الاعلام يضعف هذه القضيه ويضعف من موقف الشرعيه بشكل كبير. التبريرات التي يخرج بها المسؤولون في وزاره الاعلام بان هناك يعني محاولة تضليل أو محاولة تغييب متعمدة لإعلام الشرعية، أعتقد أنها تبريرات واهية، خصوصا أن المسؤولين في وزارة الإعلام قادرين على أن تتواجد قنوات الإعلام الرسمية في المفاوضات لتغطية هذه المفاوضات، خصوصا أن الشرعية الطرف قوي وحاضر في هذه المشاورات. وتغييب الإعلام أعتقد أنه أمر سلبي جدا، ويعني يفترض أن تتدارك وزارة الإعلام هذه الخطأ الفادح، وأن ترسل بقنوات وسائل الإعلام الشرعية لتغطية هذه المفاوضات، لكن هذا ما لم يحدث. برأيي هذا فشل يضاف إلى الفشل السابق بعدم العدد الجيد للمشاركة في وفد أو في المفاوضات في السويد. كان على الحكومة الشرعية ممثلة بإعلامها أن تعد وفدا إعلاميا يرافق الوفد الفني إضافة إلى الوفود الأخرى، وأن تشكل غرفة إخبارية مشتركة تتناول الأوضاع وتتناول مستجدات المفاوضات أولا بأول. رأينا إعلام الحوثيين حضر بينما غاب إعلام الشرعية، وهذه كما قلت لك ربما فشل يضاف إلى فشل سابق بخصوص ما قام به الوفد الحكومي في مشاورة السويد. حقيقة جميعا نستغرب ونتساءل عن ضعف بل وعدم تواجد الإعلام في وفد الشرعية في مفاوضات السويد. هذا ينم عن أسباب لا نتجاهل مفادها، لكن الظاهر لابد أن تسلك الشرعية هذا المسلك وأن تقوم بأكمل دور وأكمل وجه. من جديد حياكم الله مشاهدي الكرام، أعود إلى القاهرة مع وكيل وزارة الإعلام الأستاذ فياض النعمان. أستاذ فياض، إذا لو يعني جاوبت على كل هذا الكلام الذي طرح في هذا الاستطلاع من أبناء محافظة تعز، تحدثوا فيه بأن هذا لا يمكن تسميته إلا بفشل من قبل القائمين على الإعلام الرسمي، عندما نرى معظم وسائل الإعلام التابعة للميليشيا الانقلابية حاضر وغياب للإعلام الرسمي، ما رأيك؟ طبعا هو ليس تبرير وليس الحديث عن قصور أو فشل في دور وسائل الإعلام التابعة للشرعية أو الإعلام الوطني الناهض للميليشيات الانقلابية، ولكن هنالك التزام وتعامل أخلاقي ودبلوماسي، وأيضا التزام بما يتم طرحه من قبل المبعوث الأممي مارتن جريفيث، وليس أن نعمل على إعداد قوائم وأيضا إرسالها إلى السويد من أجل المشاور من أجل المشاركة أو التغطية دون أوجاد بوابة رسمية أو إطار عام موافق عليه من قبل الرعاة المشاورات. نحن في السابق عندما نتكلم عن مشاورة الكويت كان هنالك طاقم كبير ومساند للمشاورة، وقد كانت أيضا قناة بلقيس أحد القنوات التي شاركت بفريقها وعملت على تغطية مشاورات الكويت، وهو ما يعزز بأن الحكومة ووفد الشرعية التزمت وتلتزم بكل ما يتم طرحه وفق الإجراءات ووفق الخطط التي يتم استقبالها من المبعوث الأممي. أما الحديث بالعاطفة وأيضا توجيه اتهام الانتقاد بهذه الطريقة لوفد الحكومة أو للحكومة بأنها مقصرة، هم يريدون أن تتحول الحكومة إلى طرف يذهب عن تحقيق انتصارات إعلامية دون تحقيق أو النظر إلى القضية الأساسية، وهي الدفاع عن الوطن والدفاع عن القضية الحقيقية التي يدافع عنها اليمنيين سواء في الإعلام أو في المدارس. وبالتالي كل هذه التنازلات أستاذ فياض كل هذه التنازلات ولو حتى على الأقل في هذه الجزئية التي ترى أنها غير مهمة، عدم حضور وسائل الإعلام الرسمية رغم أن الجميع يشدد عليها وعلى أهميتها، والحرب أصبحت في نهاية المطاف هي حرب إعلام،
المفاوضات السياسية يعني نراها في نهاية المطاف لا تقدم ولا تأخر بقدر التأثير الذي يتركه الإعلام. الآن يعني ربما هذا الشيء هو بيحسب في نهاية المطاف لرصيد الميليشيا وحضورها وأيضا قوة منطقها، في المقابل يكون هناك يعني غياب وعدم اهتمام للحكومة الشرعية، ربما إضعافها على الأقل حتى إعلاميا. أختلف معك كثيرا بأن الحقوق التي تقدمها الميليشيات الانقلابية وأيضا وضع عراقيل منذ انطلاق المشاورات أو الإجراءات الأولى لانطلاق أي مشاورات سواء مشاورة جنيف أو مشاورة السويد ووضع عراقيل من قبل الميليشيات هي تضع علامات استفهام، وأيضا الإعلام الغربي والمجتمع الدولي يتعامل بشكل واضح مع كل الخروقات التي تقدم، وأيضا يعمل على رصد كل الانتهاكات سواء انتهاكات إعلامية أو عدم الالتزام بإجراءات البلد المنظم للمشاورات، وبالتالي هذا ينعكس سلبا على كل ما تقوم به الميليشيات. أما الحكومة اليمنية لديها قضية حقيقية، لديها فريق مشاور يرتكز على مرجعية أساسية واضحة، لن يقدم ولن يتهاون في شرعنة الانقلاب من بوابة الشرعية أو التحالف. أما إذا وجدت أي ضغوطات مختلفة سواء من الجانب الأممي أو من الجانب المستضيف أو حتى من المغالطات والأكاذيب التي تقدمها ميليشيات الحوثي في فريقها، فإن الحكومة لن تتعامل معها ولن يتم شرعنة الانقلاب أو شرعنة الجريمة من بوابة الشرعية. طيب أستاذ فياض أبقى معي، أعود إلى مأرب، أرى الأستاذ حمود هزاع مبتسم، ما سر الابتسامة؟ ما الذي يضحكك أستاذ حمود؟ لم أسمع سؤالك. أقول ما الذي جعلك تبتسم من كلام الأستاذ فياض النعمان؟ أنا أعتقد بأنه حول الإخفاق والفشل إلى انتصار، يقول بأنه ابتعاد غياب الإعلام الرسمي سيساعد الشرعية على إنجاح المفاوضات وعلى تحقيق الانتصار، ويعني كلام أنا أقدر لغة منصبه وموقفه الحالي، لا أستطيع أن يقول أكثر من هذا بحكم الواقع، لكن هذا لا ينفي حقيقة أن هناك إخفاق وأن هناك فشل، وأن هذا الفشل هو انعكاس الإخفاق الإعلام الشرعية في المفاوضات السويد، هو انعكاس للصورة الواقعة في داخل الإعلام الشرعية في اليمن. نعم. الشرعية تسيطر على 75% من الأراضي اليمنية، والحوثيين يسيطرون على 95% من الإعلام. نعم. طيب ما الذي حققه الحوثيون في الحضور بمشاورات السويد إعلاميا من وجهة نظرك، ويعني عجز عن تحقيقه الإعلام الرسمي والوطني الداعم للشرعية؟ الإشكالية تكمن بقدرة الحوثيين على مخاطبة اليمنيين بمغالطتهم بمبرراتهم بوجهة نظرهم، وهم ميليشيات انقلابية متمردة وصادر ضدها قرار من مجلس الأمن وهي المدانة، بينما أصحاب الحق والقضية لا يسمعون صوتهم لا بالداخل ولا حتى أثناء المشاورات المفاوضات. هذه جريمة كبرى عن جميع القنوات الرسمية التي تقول الإعلام هو نصف المعركة. أستاذ حمود، جميع القنوات الرسمية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشرعية التي تبث ليل نهار، ماذا تسمي ما يقومون به إن كان كما تقول بهذه الصورة؟ نحن لا ننكر، لكن حضور القناة في ذا له دلالة الرمزية وحضور قوي، عندما ينقل المراسل من أرض الحدث يكون صوته أقوى ودليل، أما أن تنقل عن طريق وسائل الإعلام تنقل أي حدث، بإمكانك حتى أن تنقل عن احتجاجات فرنسا مثل ما تنقل عن مشاورات السويد عن بعد. نعم أستاذ فياض النعمان، فعلا يعني سؤال منطقي، أنتم كإعلام رسمي عندما ترون كل الأخبار التي تصل من مشاورات السويد يعني يأخذها الإعلام الرسمي من قنوات أخرى غير رسمية ومن وسائل إعلام ليست يمنية، ما هو موقفكم أنتم كإعلام رسمي عندما يعني مفاوضات خاصة باليمنيين وأنتم جهة رسمية وتأخذون الأخبار من قنوات خارجية ووكالات عالمية أخرى؟ أه
مع الحكومة عدد من الإعلاميين المتواجدين في السويد ويعملوا على نقل المعلومة وكتابة الأخبار والتقارير وإرسالها إلى القنوات الداعمة للحكومة اليمنية وأيضا للقضية اليمنية، وذلك من المهنية وأيضا من دفاعهم وموقفهم حول القضية اليمنية. أما أن يتم الترويج بأن القنوات تعمل على نقل الأخبار فقط من الوكالات فهذا غير صحيح، فرغم الإجراءات الخاطئة التي اتبعها المبعوث الأمم وأيضا السويد بعدم الموافقة على إعطاء فريق الحكومة فريق إعلامي مرافق للمشاورات، إلا أن الجهود تبذل بشكل كبير وإيصال الرسالة إلى الرأي العام المحلي وأيضا إلى الرأي العام العربي والدولي تصل بشكل واضح وجلي، ومن خلال أيضا الصحفيين الذين يؤمنون بالقضية ويتواجدون في أروقة مشاورات السويد يقومون بنقل المعلومة وإيصالها بالطريقة التي تخدم الهدف العام اليمنيين والقضية اليمنية في مناهضة الانقلاب وإنهاء الانقلاب. نعم. طيب أستاذ فياض، عملنا استطلاع في الفيسبوك حول الأسباب التي جعلت إعلام ميليشيا الحوثي حاضر وغياب الإعلام الرسمي، وكان هناك تصويت يعني حصل يعني من خلال التصويت كانت هناك نسبة كما هي ظاهرة الآن في الشاشة 72% من هذا الاستطلاع تجاهل الشرعية لدور الإعلام و28% عدم السماح من قبل جريفيث بحسب الاستطلاع في الفيسبوك. إذا نسبة كبيرة 72% يحملوكم المسؤولية أستاذ فياض بأنه فعلا تجاهل وعدم اهتمام من قبل الشرعية، أنت بررت بأنه التزام من قبل الإعلام الرسمي بهذه المشاورات وبما أقره المبعوث الدولي، لكن الآن السؤال الأهم بعد معرفتكم بأن إعلام الميليشيا حضر وبأعداد كبيرة، هل قدمتم احتجاج للمبعوث الدولي لجريفيث وما هو الرد الذي تلقيتموه منه؟ طبعا قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية لمشاورات السويد كما تعلم ويعلم وسائل الإعلام وأيضا المشاهد الكريم بأن المشاورات تأخرت لأكثر من ساعات في انطلاقها بموعدها المحدد، وذلك لعدة أسباب من ضمنها هو الرقم الزائد الذي حضر إلى مشاورات السويد وتخلف عن الإجراءات التي اتفقت مع المبعوث الأممي بعدد المفاوضين وفي الفرق الفنية وأيضا العدد الأكبر من الإعلاميين والذين تم إخراجهم من قلعة المشاورات في السويد وإخراجهم بعد أن تم تساوي الملعب من قبل المفاوضين الحكومة. ولكن كما تعلم أستاذ فياض هم كانوا في رحلة واحدة وطائرة واحدة برفقة المبعوث الدولي مارتن جريفيث. نحن تكلمنا كثيرا وقلنا بأن المعاملة والليونة الزائدة التي استخدمها المبعوث الأممي من أجل إحضار الميليشيات الإنقلابية وعدم إفشالهم لجولة السويد كما أفشلوها في جولة جنيف ألقت بظلالها بشكل سلبي على كثير من الإجراءات سواء إجراءات بناء الثقة ومناقشة القضايا الأساسية التي تم الإعلان عنها في مشاورات السويد والتي تبنى على إعداد أو النقاش والتوقيع على إجراءات بناء الثقة وليس الخوض في القضايا الأخرى. لاحظت أن حتى من خلال الجلسات أو النقاشات في أروقة مشاورة السويد يتم الخروج عن القضايا الأساسية، لكن الحكومة وفريق الحكومة ملتزم بالخط الواضح والإجراء الذي تم الاتفاق مع المبعوث الأممي من أجل الخروج بشكل واضح الاتفاق واضح بناء إجراء الثقة. طيب أستاذ فياض، السؤال الأخير فقط، أيضا دائما تشتكي وسائل الإعلام المحلية من عدم تجاوب المسؤولين في الحكومة الشرعية في وفد المفاوضات في كل المراحل التي تمر بها يعني منعطفات أو مشاورات أو أزمات، يكون هناك عدم تجاوب من قبل المسؤولين مع القنوات المحلية، مع أن المفترض أن القنوات المحلية هي المعنية بالدرجة الأساسية بالشأن اليمني ويفترض من جميع المسؤولين أن يتجاوبوا معها بصورة مباشرة، لكن نرى معظم المسؤولين في القنوات الخارجية بشكل مستمر وبصورة دائمة، لكن عندما يطلب منهم الظهور أو التعقيب أو الحديث حول موضوع ما لوسائل الإعلام المحلية
يتوارون، وربما إذا حضروا يحضروا يعني بمرات نادرة، وبلقيس من ضمن القنوات التي ربما تعاني من هذه الإشكالية. ما هي الأسباب؟ إلى متى سيستمر المسؤولين بهذه الصورة؟ ومتى سيتجاوبون مع الإعلام المحلي المعني باليمن والقضية اليمنية بالدرجة الأساسية؟ أنا أضم صوتي لصوتك أخي بشير، وأؤكد بأن هنالك تخاذل كبير من عدد من المسؤولين وأصحاب القرار في قضايا معينة، ويجب عليهم الحضور والتوضيح وأيضا إبداء الأسباب التي أدت لهذه القضية. أما عدم الظهور وإعطاء وضع جهة معينة كجهة وزارة الإعلام أو جهة أخرى تتحمل مسؤولية عدم الظهور، فهذه مشكلة ومعضلة يجب أن يقف عليها المسؤولين بشكل جدي، كون القضية قضية اليمنيين وقضية عادلة، يجب أن ندافع عليها وأن نضع كل الأسباب ونحمل كل المقصرين في دورهم. وأيضا من خلالكم ومن خلال شاشة بلقيس أدعو كل المسؤولين والمعنيين بالتجاوب، ليس فقط مع بلقيس ولكن مع كل القنوات الداعمة سواء المحلية أو العربية أو الناطقة حتى باللغة الإنجليزية، من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بشكل أوضح دون تشويش، وأيضا إيصال رأي المسؤول وعدم تزييف الرسالة التي يمكن أن يصل يعمل على إيصالها إلى الجهات المعنية والمتخصصة وتقليل الضرر في كثير من القضايا. وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون الأستاذ فياض النعمان، كنت معنا من القاهرة، ونشرك معنا من مقر المشاورات في السويد الصحفي فارس الحميري. مساء الخير أستاذ فارس. أهلا، مساء الأنوار، أهلا بك أستاذ فارس. كيف تتابعون الحضور الإعلامي لمشاورات السويد؟ لا شك أن حضور وفد ميليشيا الحوثي كان كبيرا، أكثر من 17 صحفي شاركوا في هذه المشاورات، لكن نرى غياب شبه تام للإعلام الرسمي والمساند للشرعية. أنت في مقر المشاورات، كيف تابعت التغطية الإعلامية أو الحضور الإعلامي للإعلام الرسمي وإعلام ميليشيا الحوثي؟ في البداية تقريبا كان هناك تخلف من قبل وسائل الإعلام الرسمية في بداية انطلاق المشاورات. بالفعل هناك حضور كبير لعدد من وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي. أنا لاحظت وشاهدت عدد من الخبراء الإعلاميين اللبنانيين يتواجدون، وإضافة إلى وجود عدد من المستشارين الإعلاميين القادمين ربما من عدد من الدول الأوروبية، قدموا إلى مقر المشاورات لإسناد الفريق الإعلامي التابع لميليشيات الحوثي هنا. لكن على الجانب الآخر، الإعلام التابع أو الموالي للحكومة اليمنية هو كمان حاول بشكل قوي، تخلف ربما في البداية، لكن خلال الأيام الماضية حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى مقر المشاورات لتغطية مجريات المشاورات. الأهم من ذلك هو ما قامت به ربما سكرتارية الوفد الحكومي، هناك تنسيق ربما يكون جيد لتغذية وسائل الإعلام. بالمناسبة أخ بشير، هناك هنا تواجد كبير جدا لعدد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية، الناطقة باللغة الإنجليزية وبلغات أخرى، تتواجد وكالة أنباء عالمية. نعم. تتواجد قنوات أجنبية. تواجد صحيح أستاذ فارس، صحيح أن هناك حضور كبير لوسائل إعلام أجنبية وناطقة بالعربية واللغات الأخرى، لكن الأهم هو يعني وربما محور حلقتنا لهذا المساء هو حول لماذا لم يحضر الإعلام المحلي، الإعلام اليمني المعني بالدرجة الأساسية بهذه القضية. يعني من المعيب أن نستقي الأخبار من وكالات الأنباء العالمية والعربية ولا نجد الأخبار ولا نستقيها من وسائل الإعلام المحلية التي يفترض أن تكون هي القناة الرسمية التي يمكن أن نأخذ منها. تقريبا هذه هي، قد يكون هناك ربما سوء تنسيق أو في إشكالية حاصلة كما تحدثت عنها وزارة الإعلام طبعا في بيان رسمي سابق، إشكالية تنسيق ما بين وزارة الإعلام وما بين مكتب المبعوث الأممي. لكن تم تلافي ربما جزء من هذه الإشكالية بعمل عدد من الزملاء الصحفيين التابعين للوفد الحكومي هنا، يتم تغذية وسائل عدد من وسائل الإعلام المحلية بالتحديد. الأهم من ذلك أن أعضاء الوفد الحكومي متعاونين بشكل كبير جدا طبعا، سواء مع وسائل الإعلام المحلية أو مع وسائل الإعلام الأجنبية. هذا ربما ما لمسته أنا من خلال حضوري ومشاركتي ومشاهدتي كمان لتعاونهم وتفاهمهم مع عدد من وسائل الإعلام. نعم. طيب أستاذ فارس ابقى معي، أعود إلى مأرب مع الصحفي حمود هزاع.
أستاذ حمود، أنت لو تحدثنا بتقييم بشكل عام لأداء الإعلام الرسمي والقائمين على الإعلام الرسمي، كيف تتابع يعني مواكبة للأحداث في اليمن وللأزمة اليمنية ولتعريف العالم بالأزمة اليمنية؟ لو تحدثنا عن الإعلام سنتحدث عن عوامل كثيرة، من ضمنها الانقلاب والاستيلاء الانقلابيين المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء. هذا أثر كثير، استيلاؤهم على المؤسسات الإعلامية وعلى مقدرات الدولة أثر كثير على أداء الإعلام. هناك كذلك التباين في سياسة التحالف، هناك ضعف الشرعية وتباينات داخلها أدى إلى إضعافها كحكومة عن عدم قدرتها على الاستقلالية. إضافة النقطة الأخيرة وهي الهامة، محور ارتكاز ضعف القائمين على الإعلام أو لا علاقة لهم بالإعلام بشكل مباشر. على سبيل المثال أذكر لك قصة، لأول مرة تخرج إلى وسائل الإعلام عدد من شباب الثورة في العام 2015 مع انطلاق عاصفة الحزم، قرروا التواصل مع الخارجية الفرنسية، وكانت قررت منحهم إذاعتين مجانا، قيمة الإذاعة الواحدة 7000 يورو، وكانت تحتاج بس مذكرة من الخارجية اليمنية من الشرعية ولم يستطيعوا الحصول على الشرعية. ثم تم شباب الثورة قاموا بجمع هذا المبلغ وتسديده وشراء محطتين إذاعيتين، وقد قبل أن يتم نقلهن إلى اليمن بعد تحرير عدن نهاية العام 2015 طلبت منهم الحكومة الفرنسية مذكرة من وزير الإعلام في الحكومة الشرعية أو من وزارة الخارجية الشرعية. للأسف الشديد لم يتمكنوا من الحصول على مذكرة وإقرار باستقبال المحطتين الإذاعيتين، محطتين إذاعيتين تبث على بعد 150 كيلومتر دائريا كإحدى المحطات. ما مصلحة القائمين على الإعلام الرسمي إفشال مثل هذه المنحة التي وهذه الأجهزة التي ستقوي الإعلام وانتشاره في الداخلية من أستاذ حمود؟ هذا السؤال يطرح عليهم. أنا ألاحظ كذلك غياب الإعلام الرسمي، غير عدم القدرة على نقل معظم ما يجري سواء للداخل اليمني بشكل عام أو للإعلام الأجنبي. طيب. باللغة الأخرى. نعم. هناك قصور شديد، هناك تعدد في الهرم القيادي ووكيل وزير إعلام وعدد من الوزراء، لكن لا يوجد إلى اليوم رؤية إعلامية واضحة، سياسة إعلامية، إجماع موقف اليمن. هناك حتى تناقضات في الإعلام تجاه الأحداث. نعم. ما أولا مخلوع صالح ثم الشهيد صالح، ما درينا من هو هذا الشهيد ولا مخلوع. طيب أستاذ حمود ابقى معي. مشاهدينا الكرام، سياسة إعلامية. نعم أستاذ حمود ابقى معي. مشاهدينا الكرام، استطلاع آخر نزلت كاميرا بلقيس إلى الميدان في محافظة مأرب، واستطلعت آراء بعض الصحفيين والإعلاميين والناشطين حول الحضور لوسائل الإعلام التابعة لميليشيا الحوثي في مشاورة السويد وغياب الإعلام الرسمي وتقييمهم للإعلام الرسمي. نتابع هذا الاستطلاع ونكمل النقاش. أنا أعد غياب إعلام الشرعية انتكاسة في حق الإعلام الرسمي. هذا الغياب امتداد لغياب ظل خلال سنوات الحرب. الإعلام الرسمي للأسف الشديد مشتت ولا يوجد خطة أو يوجد خطاب موحد للإعلام الرسمي، فمن الطبيعي أن يغيب الإعلام الرسمي لأن هناك ربما لا يوجد عدم اهتمام من المعنيين بهذا الأمر. أنا لا أحمل وزير الإعلام، الموضوع أكبر من وزير الإعلام، لأن هناك تلاعب بحضور حتى حضور الوفود وحضور المشاركين في هذا الحوار. كان هناك أيضا تهريب الإعلام، يعني تغييب الإعلام الرسمي وأيضا إتاحة الفرصة لإعلام الميليشيات بالحضور، هو انتكاسة في كل الأحوال والظروف. من يتحمل المسؤولية؟ من نحاسب؟ هذا السؤال يوجه إلى القيادة السياسية لتحاسب الجهة التي قصرت في أداء واجبها في هذا المجال. هو ليس هناك تغييب لإعلام الشرعية، وللأسف الشديد هذه ربما تعكس يعني نوع من المازرة التي تعيشها إن صح التعبير المشاورات هناك في جنيف. يجري تدليل طرف ما على حساب الوضع اليمني بشكل عام. غياب إعلام الشرعية في مشاورة السويد يعكس فجوة كبيرة بين التنسيق وتنسيق وزارة الإعلام والشرعية اليمنية،
لهذه الوسائل. طبعا عجيب جدا ان يحضر ممثلون كمدير مكتب رئاسة الجمهورية وممثلين عن الشرعية ثم يغيب اعلام الشرعية تماما حتى من جديد حياكم الله مشاهدي الكرام، واعود الى مقر مشاورات الازمه اليمنيه في السويد مع الصحفي فارس الحميري. استاذ فارس، في كواليس المركز الاعلامي التابع لمشاورات السويد، ما الذي تلحظه؟ هل فعلا كان السبب في غياب او تغييب الاعلام الرسمي والداعم للشرعيه هو من قبل الامم المتحده، ام هو عجز من القائمين على الاعلام الرسمي والاعلام المساند للشرعيه في عدم المتابعه والضغط على الامم المتحده للمشاركه؟ كما تحدث بشير، اعتقد ان هناك ربما اشكاليه هي كانت حاصله، ولكن ما لاحظته، ما اعتقد ان الاعلام القائم الان هم يحاولوا ربما او في تركيز ربما بشكل مباشر على الاعلام الاجنبي. التركيز على الاعلام المحلي قد يكون اقل اهميه ربما، هذا ما لمسته ربما من قبل القائمين على الاعلام الرسمي. نعم. لكن الاهم من ذلك هو ايصال الرساله، يجب ان تكون كمان موحده سواء الاعلام الاجنبي او الاعلام المحلي. الاشكاليه القائمه ربما بشكل اساسي قد تكون على راس هرم السلطه او القائمين على الاعلام، تم الدفع ربما بعدد من الاشخاص الى الواجهه لا علاقه لهم ربما بوسائل الاعلام، وليس لهم كمان علاقات مع الاعلام الاجنبي او مع الاعلام المحلي بشكل كبير. هذه ربما اشكاليه تواجه الاعلام الرسمي، وهذا ربما ما لمسه الجميع. نعم، شكرا لك الصحفي فارس الحميري، كنت معنا من المركز الاعلامي لمشاوره السويد، شكرا لك. عوده اخيره الى الاستاذ حمود هزاع. أستاذ حمود، الكلمة الأخيرة الآن، إذا ربما البعض يسميه فشل، البعض يسميه قصور، البعض يسميه مثل ما تحدث وكيل وزارة الإعلام بأنه التزام من قبل ما اتفق عليه من قبل الأمم المتحدة، أمام كل هذه الآراء التقييم الكامل والشامل للإعلام الرسمي والوطني لهذه المشاورات أو للقضية اليمنية بشكل عام، مكامن الخلل وكيف يمكن إصلاحها؟ نختم بها، تفضل. هل تريد تقييم لأداء الإعلام أو لاختلال الإعلام أم لم أفهم سؤالك؟ نعم نعم، بشكل عام. نعم، أنا أعتقد بأنه درس قاسي وجميل كنا بأمس الحاجة له، هو رسالة للقيادة السياسية، هذا هو واقع إعلامنا، هذو هم رجال دولتك يا فخامة الرئيس. هذا هو انكشاف المعاناة لأربع سنوات، هم يتحملون جزء، وكذلك يجب أن تتحمل القيادة السياسية جزء، هذا واقع لواقع الشرعية أصلا. نعم. هذا الإخفاق. نعم. في حمود، كلمة أخيرة فقط، لكن أيضا في المقابل حمود اسمح لي، أشياء كثيرة تشابه. نعم حمود، كلمة أخيرة فقط أختم بها هذا اللقاء، لكن في المقابل أيضا عندما نرى يعني عشرات الإعلاميين أو مئات الإعلاميين يذهبون لتغطية أي مشاورات، برضه الجميع يتحدث بأنه يعني أرقام كبيرة، ما الذي سيذهب يعمل هؤلاء الإعلاميين كلهم بدل سفر وتكاليف باهظة وعلى حسب من، وربما يقدموا صورة سيئة عن الإعلام أيضا. نحن خير الأمور أوسطها، هناك عندما تكون هناك رؤية واضحة تكفي ثلاثة أو أربعة أشخاص يقومون بجهود. نعم. كبيرة يغطون لأكثر من قناة ولوكالة الأنباء. أشكرك. تنتقي أربعة كوادر مميزة. نعم. هذا يكفي كل شيء. شكرا لك. وهذا واجب، لأنه. نعم. الرأي العام المحلي، كل اليمنيين يتابعون المشاورات ويترقبون المستقبل. شكرا لك الصحفي الناشط الصحفي حمود حزاع، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا استعرض بعض آرائكم وتعليقاتكم حول غياب الإعلام الرسمي وحضور إعلام الحوثيين في مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك. نقرأ بعضا من هذه التعليقات مع صديق البرنامج الأخ عبدو السالم، يعلق بالقول الطاهري: يا صاحبي، الإعلاميين حق الشرعية منغمسين في تحصيل الأرصدة والتنقل بالمدن والدول الكبرى. رأي الأخ عبد السلام. رأي آخر الأخ محمد الرجوي:
حاولت وزارة الإعلام اتباع الإجراءات الرسمية لإيفاد مراسليها، لكن الوضع لا يسمح بمثل هذا العمل البيروقراطي، لذلك كان على الوزارة توقع مثل هذه الردود من قبل المبعوث الأممي والبحث عن حلول بديلة بدلا من الانتظار إلى اللحظات الأخيرة وإلقاء اللوم على المبعوث الأممي. كما أن وزارة الإعلام والحكومة الشرعية القدرة على إيفاد مراسليها بطرق أخرى، لكنها لم تفعل شيئا حيال ذلك. الأخ محمد، رأي أيضا آخر. الأخ فاضل البدجي، للأسف غياب القنوات الإعلامية التابعة للشرعية هو استمرار للفشل والعجز الذي يمارسه مسؤولون الشرعية. نحن اليمنيون محتاجون إلى وقفة لتصحيح مسار الشرعية حتى تستطيع انتزاع قرارها من التحالف ومن ثم تحرير بقية المدن من ميليشيا الحوثي. لا يمكننا الانتصار على الحوثي والحفاظ على تضحيات الأبطال بهذه الشخصيات المترهلة في الشرعية. فاضل البدجي. رأي آخر أو أخير من الأخ محمد العزيزي، الإعلام الرسمي للشرعية كسيح وغائب في الداخل قبل الخارج، إعلام فنادق يعني، وعلى المعنيين إعادة هيكلته والنظر في بعض المسؤولين. هذه آراء، نحن نحترم آراءكم، وربما أيضا للناس آخرين لهم وجهة نظر أخرى، والجميع يبذل كل ما يستطيع للتعريف بالقضية اليمنية. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطاء والزميلة إلهام عامر وكذلك الطاقم الفني. حتى الملتقى في بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.